السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة about clinical practice guidelines واللي تفيدنا جدا إن شاء الله بكرة بس تتخرجوا بإذن الله وتدخلوا في المستشفيات ويبدأ يطلب منكم عمل practice guidelines، تعرفوا كيف تسووها، من وين جبوها، إيش يعني practice guidelines، إيش اللي نستخدمها لتقييم practice guidelines. كتعرفة بسيطة بس أحب إني أقولها لكم، في شيء حتسمعوه بعدين اسمه بوليسي وفي شيء حتسمعوه guidelines. البوليسي هو قانون يحكم أي عمل في المستشفى. خلينا نتكلم من ناحية الأدوية، أي تعامل مع دواء معين أحيانا يكون لازم بوليسي معينة تحكم نوعية معينة من الأدوية. البوليسي هو قانون لا يمكن الانحياز عنه، لكن البراكتس جايد لاين نعم هي قوانين تحكم او خطوط ارشاديه تحكم التعامل مع الادويه، ولكن يمكن الحياد عنها لبعض المرضى الذين قد لا ينطبق معهم هذا الترتيب العلاجي او لا يتناسب معهم. فالكلينيكال براكتس جايد لاينز هي عباره عن توصيات فور اوبتمايزنج بيشنت كير ذات ار ديفلوبد باي، اذا هي ريكومنديشنز فور اوبتمايزنج بيشنت كير developed by systematically reviewing the evidence اللي هو المراجعة الممنهجة والمنظمة للبراهين العلاجية and assessing the benefits and harms of healthcare interventions وتقييم فوائد ومضار التدخلات الصحية لهؤلاء المرضى. Key concepts evaluation of the quality of guidelines and appropriateness of its use in a given setting depends. إذا الأشياء اللي تعتمد على أو تحكم تقييم جودة الجايد لاينز ومناسبتها في أي أو لأي مريض تعتمد على primary inability of to distinguish methods that minimize potential bias in development. إذا قدرة من ينشئ هذه الجايد لاينز تعتمد على قدرة من ينشئ هذه الجايد لاين في التفريق بين الطرق التي تقلل أو تمييز الطرق التي تقلل من التحيزات في إنشاء هذه الجايدلاينز. Primary inability to distinguish methods that minimize potential bias in development. The definition of the clinical question to be addressed by guidelines is a key step that provides direction for the activities to follow. لازم أكون عارف إيش السؤال اللي أنا على أساسه بسوي جايدلاين. يعني ايش المقصود بايش السؤال؟ يعني لاحظت انه او البراكتس هذا انه استخدام الكلاريثرومايسين عندنا في المستشفى فيه خطأ، فمضطر ادور على الخطوط العلاجية لاستخدام هذا الكلاريثرومايسين والإيفيدنس على اساس اعرف في اي اتجاه انا اتجه واحط الجايدلاينز. The quality of the evidence that form the basis of the recommendation. ما اختار اي دراسات اسوي منها جايدلاينز لازم تكون the best evidence. اوكي؟ تعتبر هي الكي aspect for interpretation and use of practice guideline. طب hierarchy of evidence for interventions studies. يعني intervention studies نقصد فيها clinical studies. هذا حتشوفوه إن شاء الله دائما. بس أول شيء وأعلى شيء مثل ما قلنا هو systematic review والmeta analysis، لأنها هي خلاصة عدة دراسات وإعادة تقييم لهذه الدراسات إما إحصائيا مثل meta analysis نسميها quantitative meta analysis أو بمراجعتها من ناحية علمية نسميها systematic reviews. بعد كده عندنا randomized control trials، بعد كده عندنا control trials اللي ما فيها randomization، بعدين case control or cohort studies. طبعا نتدرج من هذه لهذه لهذه إذا ما لقينا اللي نبغاه في الدرجة الأولى. بعد كده systematic reviews of qualitative or descriptive studies، بعد كده qualitative or descriptive studies، بعدين expert opinion or census. دائما هذه ال consensus وال expert opinion هما آخر شيء ناخذها في ال evidence. Using critical appraisal guide في لانتقال انتقاد أي دراسات يجب أن نتبع critical appraisal guide for quantitative studies عادة. وهذه عدة أسئلة مفيدة جدا إنكم to go through اللي هو why was the study done, what is the sample size. مثل ما قلنا sample size كل ما كانت كبيرة كل ما أعطتنا باور للدراسة. Are the instruments of the major variables valid and reliable. مثلا how we were the data analyzed، هل الستاتيستيكال تيست اللي استخدمت كويسة ما هي كويسة. هذا حتلاقوها في الستاتيستيكال أو الباي ستاتيستيكال اللي حتاخدوها later. فهذه الأسئلة كلها لازم يكون عندنا قدرة على الإجابة عليها
عشان نسوي جود كريتيكال ابريزل للجايد لاينز. طبعا هنا في هنا ايفالويشن تيبل، هذا السايت اللي ممكن تجيبوه منه عشان تمسك جميع الدراسات اللي يوز في الجايد لاينز وتسووا لها اناليسيس، نعرف هذه الدراسات از ات فاليد ستاديز، از ات جود تو بي انكلودد ولا نوت تو بي انكلودد. هذه ممكن تستخدموها حتى في ابحاثكم بعدين لما تسوي الليتشر ايفالويشن. هنا نحط اليير والاوثر والكونسبشوال فريم ورك او يسموه المفهوم النظري، الديزاين والميثود والسامبل سيتنج والميجر فاريبلز والميجرمنتس والداتا اناليسيس فايندينج اند ابريزل وورث تو براكتس، هل هذه الاستدي وورث تو اكسبتد اور نو. طبعا ادفانتج اوف جريد سيستم، ادفانتج اوف جريد سيستم، الجريد هو عباره عن ايش؟ جريدنج اوف ريكومنديشنز اسسمنت اند ديفلوبمنت اند ايفالويشن، هو هذا هو الجريد سيستم اللي نستخدمه قبل ما نسوي الجايد لاينز. اوكي، فall the evidence that is most important for making decision that has been judged with the explicit criteria، لازم إن ال evidence تكون judged with explicit criteria، the judgment art made transparent، يكون عارفين ليش استبعدوا هذه الدراسة، ليش حطوها، لازم يكون في شفافية والكل عارف، evidence profiles and summary of finding tables have been created consequently facilitating the use of best evidence، لما أوجد هذا الجدول اللي تكلمنا عليه وحطينا الإيفيدنس وحطينا الدراسات اللي أخذناها، فthis gives me a good picture about the evidence included. Okay. Prior to selecting clinical practice guideline for implementation، قبل ما أختار أي clinical practice guideline for implementation in the healthcare setting for personal use by healthcare professionals، it's important that the quality of published guideline to be evaluated. The most useful tool available for evaluating clinical practice guideline is created by appraisal of guideline for research and evaluation. هذا agree بعد ما أسوي ال guidelines، هذا agree for evaluating the guidelines. في الأول هنا grade الدراسات قبل ما أسوي ال guideline، دراسات مدخلة في ال guideline. هنا بعد ما سوينا ال guideline، this is agree for evaluating the clinical guideline. Complete clinical practice guideline can be found in websites. ممكن حتقولوا من وين نلاقي ال clinical practice guidelines؟ ممكن نلاقيها في websites مثل National Guideline Clearinghouse، هذا يسموه المنزل الذي يوجد فيه guidelines، ولا في peer reviewed medical literature located in secondary databases. هنشوف كيف. Clinical practice guidelines as tools هي عبارة عن إيش؟ هي systematically developed statement based on the best available evidence. إذن هي عبارة عن عبارات تم إنشاؤها بطريقة منظمة اعتمادا على أفضل البراهين العلمية الموجودة، وتشمل صياغة including synthesis make recommendations وعمل توصيات for specific clinical condition لحالات مرضية محددة ضمن مجموعات علاجية كبيرة. هذا هو بالضبط clinical practice guideline. Clinical practice guidelines هي عبارة outcomes meaningful to patients، يعني لازم يكون نتائج تطبيق clinical practice guideline ذات نتائج مفيدة للمريض، مو بس أطبقها والمريض ما يستفيد. Inclusive in considering all reasonable options، تحتوي على جميع الخيارات العلاجية المنطقية التي يمكن تطبيقها للمرضى. وتعتبر clinical practice guidelines snapshot of evidence at a given point of time. مثلاً أنا جيت أسوي clinical practice guidelines للأنتي هايبرتنسيف ميديكيشن في المستشفى عندي سنة 2010، فأنا أخذت كل الدراسات التي ما قبل سنة 2010 وجمعتها وحطيتها بطريقة صارت ممكن يشوفها الواحد بلمحة سريعة، يعني هو مقطع في وقت محدد تم فيه جمع الدراسات يراها الشخص كلها مجتمعة ومرخصة. لكن أنا سويتها في 2010، صار بعدين 2012، هل أحدث الجايدلاين حقي ولا لا؟ لازم أحدث لأنه في دراسات كثيرة طلعت. عشان كذا نقول كلمة سناب شوت يعني وقت خطوط علاجية استحدثت في وقت معين لكن تحتاج أبديت. الريتنج سكيم الذي نعتمد عليه أو الكواليتي أند سترينث أوف ستاديز اللي هي جودة وقوة الدراسات، والليفل اوف ايفيدنس اللي هو ليفل A ليفل B ليفل C، وهذا يعتمد على نوع الدراسات،
والكلاس اور جريد ريكومنديشنز اوف ريكومنديشنز هو ريكومندد. طبعا كلاس اي بي سي والريكومنديشنز هي ريكومنديشن 1 2 3 لايك ذس.